قام سعادة السيد ياسر إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بزيارة استطلاعية إلى شركة تبريد البحرين للاطلاع على أعمال الشركة في توفير خدمات التبريد للمناطق ذات المشاريع الأبرز في مملكة البحرين، وذلك عبر تشغيل محطة باستخدام مياه البحر لإنتاج ما يقارب 23 ألف طن تبريد بشكل يعكس الحرص على تعزيز التنمية المستدامة وتقليل التلوث، وبشكل خاص خلال فصل الصيف، مما يحقق هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطاقة المستخدمة في نظام التبريد التقليدي. وخلال الزيارة التقى سعادة الوزير بالمسؤولين في الشركة واستمع إلى شرح حول خدمات الشركة وعملها، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل شريكا داعما في عملية التنمية الشاملة ومشاريع تطوير البنية التحتية ومحركا رئيسيا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.